أبرمت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وشركة ناس للمقاولات اتفاقية لإنشاء موقع لمعالجة مخلفات الهدم والبناء، وذلك في مدفن عسكر. ومن المتوقع أن يستوعب الموقع الجديد ما لا يقل عن 600,000 طن من المخلفات سنويا، وسيبدأ العمل في غضون شهرين. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل محمد أبو الفتح. مساء الخير دكتور نبيل. مساء الخير لك دكتور. يعني هل لك أن تطلعنا على مضمون هذه الاتفاقية وإلى ماذا سيستهدف أو تستهدف هذه المعالجة؟ في البداية أود أشكر تلفزيون البحرين لإتاحة الفرصة لنا لإلقاء الضوء على مشروع تدوير المخلفات. طبعاً هذا المشروع يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات واللي أقرها مجلس الوزراء المعقر آخراً. طبعاً اليوم نفس ما تفضل تم توقيع اتفاقية مع شركة ناس. نعم. وهي شركة اللي فازت بالمزايدة اللي طرحتها الوزارة لتدوير مخلفات البناء، ونفس ما تفضل حوالي 600,000 طن من مواد البناء يتم دفنها في موقع مدفن الوزارة في عسكر. نعم. وهذه تشكل حوالي 38% من المواد اللي تدفن. طبعا تدوير المخلفات هذه بيطيل عمر المدفن، يعني من 3 سنوات يمكن يوصل عمره إلى 5 سنوات. أيضا المواد الناتجة من التدوير بنستعملها في مشاريع البنية التحتية بعد الحصول على الموافقات من شؤون الأشغال. أيضا الوزارة بتحصل على عوائد من طبعا تأجير الأرض وأيضا من تدوير مواد البناء. طبعا المشروع هذه هو ثاني مشروع بالنسبة لتدوير المخلفات، لأن تم تدشين مشروع من فترة قريبة لتدوير المخلفات الزراعية. طيب دكتور نبيل، يعني كيف سيتم إدارة موقع المعالجة والمراقبة من جهة الحفاظ على البيئة وضمان جودة المنتج أيضا؟ في الواقع في الاتفاقية وضعنا كثير من الشروط لتضمن أول شيء سلامة البيئة وسلامة المنتج. طبعا إحنا وشؤون الأشغال بنراقب المنتج، والجهاز البيئة أيضا بيكون معني مراقبة نسب التلوث في المنطقة، وإن شاء الله يكون المشروع على المستوى اللي احنا نطلع له انه يكون على أرقى مستوى من الناحية البيئية والناحية الإدارية إن شاء الله. أيضا دكتور نبيل، يعني هذا المشروع لا شك سيسهم في خفض نسبة التلوث. يعني طبعا احنا الله يسلمك كميات كثيرة من مواد البناء يتم دفنها، هذه مثل ما قلت لك تاخذ المدفن، يعني تستوعب مساحات كبيره من المدفن. نعم. اللي موجود عندنا في حاله تدويرها احنا بنوفر حوالي 40% من مساحه المدفن واراضينا، معناته هذه الاراضي يمكن استغلالها الاستغلال الامثل. نعم. وايضا المواد تستخدم في كثير من مشاريع البنيه التحتيه. نعم دكتور نبيل محمد ابو الفتح وكيل شؤون البلديات بوزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.